السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زيكم حلوين. النهاردة إن شاء الله أنا جاية أراجع معاك التجارب الخاصة بالعملي. طبعا عندك العنوان Science Particles Exam Second Term 2021-22. خلاص، دي طبعا امتحان البراكتيكال اكزام، امتحان العملي. عندك 4 تجارب في السكند تيرم. تجربه نمبر 1 بتقول بروف باي ان اكسبيرمنت، اثبت بالتجربه ذا فريكشن ديبندنج اون ذا ماتيريال تايب. هو عايزك تثبت بالتجربه ان الفريكشن اللي هو الاحتكاك ديبند اون ذا ماتيريال تايب، بيعتمد على نوع السطح. طبعا انت هيجي لك في الامتحان الجدول موجود، ما عليك الا انك انت قدامك التولز، هتبدا انك انت تملى الخانات. عندك تجربه نمبر 1 التولز ماربلز يا بيلي، سموث سيرفيس اند رف سيرفيس. سموث سطح ناعم، سيرفيس سموث سطح ناعم، ورف سطح خشن. طيب الاكسبيرمنت اللي هي التجربه نفسها او الخطوات الستبس ثرو ذا ماربلز اون رف سيرفيس ومره سموث سيرفيس، هترمي البلي على مره رف سيرفيس سطح خشن ومره سموث سيرفيس سطح ناعم. الأوبزرفيشن the marbles move from a longer distance on the smooth surface. طبعا انت عارف ان السموث سيرفيس بيعمل decrease للفريكشن، فهيبقى الماربل move for a longer distance on the smooth surface، هيمشي مسافة كبيرة على السطح الناعم. Conclusion ان الفريكشن فورس قوة الاحتكاك differ by changing the material type، ان طبعا قوة الاحتكاك بتختلف حسب نوع السطح. عندي بعد كده، ده كانت التجربه نمبر، دي التجربه نمبر ايه؟ دي التجربه نمبر 1. يجي عندنا التجربه نمبر 2. تجربه نمبر 2 بتتكلم عن by using tools in front of you، باستخدام الادوات التي امامك. بروف يعني اثبت لنا. طيب يا ترى هنثبت ايه؟ احنا عايزين count your heart beats، هتعد عدد نبضات قلبك. طيب يا ترى التولز والاكسبيرمنت اوبزرفيشن اند كونكلوجن هم ايه بقى؟ زي ما انا قلت لك برضه هيجي لك تيبل وانت اللي هتملاه. يور هاند وكلوك، يعني احنا عايزين ايدنا، معصم الايد الفست بتاعتك، اند كلوك، وساعه عشان نعد بيها. نشوف التايمز. طيب الاكسبيرمنت، بليس يور هاند اون ا ديسك، هتبدا تحط ايدك كده على ديسك. بليس يور فست تو فينجرز، يعني حط صابعين على الفست بتاعك. فور اذر هاند، صابعين من ايدك على الهاند بتاعت اون ذا ريست، على الايد الثانيه. كاونت يور بالز فور 1 مينيت، عد عدد النبضات في دقيقه. الاوبزرفيشن، يو فيل ذا بالز ان يور ريست، هتبدا تحس بالنبضات في الريست بتاعك، في معصمك. الكونكلوجن، نمبر اوف هارت بيتس، عدد دقات القلب 72، 72 دقه بير مينيت في الدقيقه في الرينج ده. يبقى تاني التولز يور توك، شوف السهوله. الاكسبيرمنت، بليس يور ارم اون ذا اون ا ديسك، هتحط ايدك على الديسك. بليس يور فيست تو فينجرز اوف اذر هاند اون ذا فيست، هتحط اون ذا ريست. كاونت يور بالس فور 1 مينيت. الاوبزرفيشن، يو فيل ذا بالس ان يور ريست، هتبدا تحس بالنبضات. نمبر ذا هارت بيتس، ذا كونكلوجن، الاستنتاج، نمبر اوف هارت بيتس از 72. نيجي بعد كده بقى تجربتين سهلين جدا، هو تجارب مجرد فيجر واحنا هنملى البيانات اللي عليه. هيجي لك الرسمه دي بالظبط قدامك بنفس الترتيب. عندك نمبر 1 هيومز، اللي هي طبعا بقايا الريمينز بتاعت الديد ليفينج اورجانيزم، سواء كان بلانت او انيمال، بقايا النباتات اسمها هيومز. بعد كده عندك سمول بارتيكلز اوف مد، يعني جزيئات صغيره من الطين، هتلاقيها ميه كتير. سلت اللي هو زي الطمي كده، احنا بنسميه بالعربي غريب طمي. جرافلز تحت خالص، بتترسب الاجزاء بقى اللي ايه الصلبه الكبيره اللي هي الجرافلز، الحصى. يبقى هيومز، سمول بارتيكلز اوف مد، سلت، جرافل. هنيجي عندنا بعد كده استدي ذا فولوينج فيجرز ان كومبليت ذا تيبل. عندك تو فيجرز، عندك فيجر نمبر 1 وفيجر نمبر 2. فيجر نمبر 1 باين ان اللون بتاع السويل لونه بلاك، غامق. طبعا ده مين؟ يبقى ده الكلاي سويل. اول ما اشوف اللون كده غامق اعرف انه كلاي سويل. طب نمبر 2 شكلها اصفر، يلو، يس، يا مس ساند سويل، تربه رمليه، لكن كلاي سويل اللي هي التربه الطينيه.
عندنا هنا بارتيكل سايز، طبعا الطين ده حبيباته صغيره عشان كده هو متماسك قوي، يبقى بارتيكل سايز يعني حجم الحبيبات هتقول سمول. طيب في التاني طبعا الرمل حبيباته كبيره لارج. هنا الكومباكتنس بمعنى التماسك، هايلي كومباكتد هارد يعني هي متماسكه بقوه شديده التماسك. هنا نون كومباكتد ويك، طبعا انت لما تمسك الطين تلاقيه متماسك كده مع بعض، حبيباته صغيره وبيتعمل طبعا بيعمل ابزورب له اماونت اوف ووتر فهتلاقيه متماسك، اما النون كومباكتد دي ويك ضعيفه. بكده انا اكون راجعت معاك كل الاربع تجارب اللي هيقولك، ان شاء الله اتمنى لك النجاح والتوفيق. Thank you.